السيق لعبة تقليدية تراثية تحرص بعض العائلات التندوفية على الحفاظ عليها لتظل صامدة في عصر الحداثة والتكنولوجيا. لعبة تقليدية مخلينها الأجداد من بكري مثلا، وراهي ماشية تنقرض كاع قليلة اللي يلعبها، ولكن هذه لعبة تقليدية يالت نحن مولي الناس هاو الكبار انتموا مثلا نعطوها للناس الأجيال الصغار باش نخلوها تقليدية مخلدة، ياك فهمت؟ يعني نقصروا بها. يشتد التنافس مع استمرار السهرة الرمضانية التقليدية، فإن كان من السهل وضع الحصى على جنبات الرمل التي هي أرضية اللعبة، فإن الصعوبة تكمن في سرعة التحرك فوقها لأجل الفوز. كاين البقرة منين يجي السيق أكحل كامل. هاي هي البقرة، ومنين يجي أبيض نقولوا له فروة، ومنين يجي كامل أحمر وفي سيق واحدة بيضة نقولوا سيق، ومنين يجي أربعة نقولوا أربعة بيض. ومنين يجوا ثلاثة بيض نقولهم ثلاثة، ومنين يجوا خمسة بيض. ليبقى السيق وكأس من الشاي هو الأنيس الوحيد لسكان البدو الرحل والعائلة التندوفية في قضاء سهرات رمضانية بتندوف.